شغال مدير فرع خير زمان. طبعا دي المرحله الثانيه من مبادره كلنا واحد. المبادره دي بدات 29/7 طبعا، وبعد النجاح اللي حضراتكم شفتوه والاقبال الكثيف من العملاء بدانا المرحله الثانيه. بدانا بقى تخفيضات على اللحوم وتخفيضات على برضو الحاجات الاستراتيجيه زي الزيوت والسمنه والسكر والرز. نزلنا بالاسعار من 20% ل 30% على كل السلع الاساسيه اللي تخص العيد، خاصه طبعا اللحوم هي اللي بدأ اساسي علشان عيد الاضحى، علشان خاطر عيد طبعا. الاقبال في المرحله الاولى طبعا بمجرد ما الناس عرفت بالمبادره طبعا الاقبال بدا يزيد خلال الفتره دي، وخاصه كمان مع دخله العيد الناس بدات تعرف المبادره اكتر والناس بدات تقبل على طبعا عشان فتره العيد دلوقتي الاكتر منتجات عليها شراء اللحوم والرز والزيوت. من خلال الاسعار يعني احنا ما زلنا ب 20% ل 30% بالاسعار، وعملنا تخفيضات عليها، نزلت الناس بدات تقبل على المنتجات.